لنا دلوقتي. نفتح كده سفر التكوين. النهارده عايز اتكلم شويه على موضوع حادثه السقوط نفسها بتاعه الجنس البشري حواء وادم. حادثه السقوط نفسها هاخد جزء كده من الاصحاح الثاني وجزء من الاصحاح الثالث. قبل ما اتكلم، الثيوتوكيات فيها ترتيب عجيب قوي. ابتداء من يوم الاثنين، على اعتبار ان يوم الحد ده اليوم الرئيسي اللي فيه الفرح والتتويج بتاع النصرة، واليوم يوم الرب، يوم البارز في الاسبوع. فمن يوم الاثنين بنبتدي الرحلة اللي هتنتهي وتتوج يوم الحد. يوم الاثنين بنبتدي الرحلة، والرحلة بدايتها مش كويسة. الرحلة البداية ان ربنا خلق الانسان وحطه في الفردوس في افضل وضع، ولكن الانسان سقط، ما كملش، ملحقش يعني، وقع صعبة وفسدت طبيعته، وبدأ الإنسان يعاني في مرارة. وبعد كده بدأ ربنا يهتم أنه عن طريق الناموس وعن طريق الأنبياء وعن طريق كتير من الخدام بتوعه أنه يجهز البشر ويجهز الخليقة من أجل مجيء مخلص يجدد الطبيعة من جديد ويفتدي البشرية ويدخلها تاني للفرح أو لفردوس النعيم اللي الإنسان سقط منه واتحرم منه. فنلاقي الثيوتوكيات واخدة الرحلة دي. يعني أول حاجة في ثيوتوكية الاتنين دي بداية الرحلة، آدم كان فرحان وعايش في السماء، وبعد كده وقع واتبهدل، وهو وحواء بقوا حزانة لحد لما جه ربنا خلصه. دي كل الثيوتوكية الاثنين هتلاقوها عن آدم وآدم وحواء. ندخل في يوم الثلاث، يبتدي في نبوات تظهر بقى. نبوات تظهر من دانيال ومن موسى، وبعد كده وفي كلام برضه عن شجرة الحياة. ثيوتوكية الأربع نبتدي بقى نقول ان ربنا بدا تطلع الاب من السماء، فلم يجد من يشبهك ارسل وحيده واتى وتجسد منك. لكن في برضه استكمال للنبوات، كلام عن النبوه بتاعت حزقيال، باب حزقيال في سفر حزقيال 44، وهكذا. يوم الخميس برضه استكمال للنبوات العليقه ونبوات تانية. والجمعه نبتدي بقى اخر يعني اواخر النبوات بتاعت العهد القديم اللي هي في ملاخي، اللي هي لكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في جناحيها. خلاص المسيح جاي يتجسد، دي موجودة في ملاخي قبل المسيح ب 430 سنة. بعد كده يوم السبت الثيوتوكية بتاعته بقى فرح. ليه؟ الملاك جاي يبشر العذراء ويقول السلام لك يا ممتلئة نعمة، الرب معك، هتحبري ويبقى ابنك ده هو مخلص العالم ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. يعني بشارة بالملكوت الجديد، والملك جاي يبشر. واخدين بالكم الرحلة ماشية ازاي؟ من يوم الاثنين، الثلاثة، الأربع، الخميس، السبت، الجمعة، السبت أهو. وبعد كده فرحانين بقى، العذراء ظهرت في الصورة بشكل كامل في ثيوتوكية السبت. الحد بقى ده زي ما بقول لكم ده التتويج بتاع الأسبوع. فثيوتوكية الحد بقى تتكلم على العذراء اللي هي قدس الأقداس، اللي هي كل رموز الطقوس اللي كانت موجودة في العهد القديم وفي خيمة الاجتماع، القدس وقدس الأقداس بما فيهم من المذبح البخور والمنارة والشرية وتابوت العهد والغطاء بتاع التابوت ومائدة وقسط المن ولوحي الشهادة. كل ده بقى مشروح انه احنا دخلنا الى الأقداس والمسيح دخل بينا الى الاقداس، والعذراء دي بتمثل قدس الاقداس اللي كل حاجه كانت في العهد القديم فيها اشاره جميله ليها.
وفي الختام بتاع ثيوطوكية الحد بقى بيتكلم على المسيح الفادي وازاي ان هو خلصنا من خطايانا، ومن قبل نختم ثيوطوكية الحد من قبل مريم ابنة يوقيم عرفنا الذبيحة الحقيقية التي لمغفرة الايه؟ الخطايا. فرحلة، يعني الثيوطوكيات دي رحلة من يوم الاثنين لحد يوم الحد لحد لما نوصل للسماء. واضحة؟ فأنا النهاردة هاخد معاكم يعني حادثة السقوط، عايزين نبص فيها شوية، لأن الأسباب بتاعت السقوط اللي كانت اللي تعرض لها حواء وآدم مشابهة كتير من التجارب اللي الإنسان ممكن يقع فيها ويسقط فيها. خلينا نقرأ كده وناخد كم نقطة حوالين الموضوع ده. هناخد من أول سفر التكوين الإصحاح الثاني آية 15، يعني هناخد آخر باراجراف في الإصحاح الثاني وأول باراجراف في الإصحاح الثالث. بيقول إيه؟ بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بيقول وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وأوصى الرب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. قبل الآية دي معلش عايز أرجع للآية 8، أخد بس كده آية 8 وآية 9. بيقول وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم الذي جبله، وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر. الاثنين دول في وسط الجنة ظهر جنب بعض، شجرة الحياة في وسط الجنة وشجرة معرفة الخير والشر. في الآية 17 اللي احنا قلناها دلوقتي، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. محطوطة في وسط الجنة، يعني بيعدي عليها في الرايحة وفي الجاية، هي وشجرة الحياة والاتنين جنب بعض، يختار يأكل من الحياة يحيا ويأكل من بقية الشجر، لكن دي لو أكل منها يموت. هنلاحظ أن الوصية، طب تعالوا نكمل الأول. وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره. وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها، وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية، أما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع الذي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. وكان كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان. وكانت الحية أحيا الجميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله. فقالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية من ثمر شجرة الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمساها، ولا تمساها تمسها الثمر يعني، لئلا تموتا.
فقالت الحية للمرأة: لن تموت، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكلا، فانفتحت أعينهما وعلم أنهما عريانان، فخطأ ورقتين وصنع لأنفسهما مآزر. مجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس إلهنا إلى الأبد. الموقف أنه ربنا عطلهم اختيارات كتيرة جميلة، وكانت في شجرة واحدة في وسط الجنة، حتى في الحواء لما بتكلم الحياة بتقول لها أما الشجرة التي ما يتلاقى شجرة إيه؟ يتلاقى أما الشجرة التي في وسط الجنة فلا نأكل منها. فإذا كانت معروفة أن هي في وسط الجنة، وشجرة الحياة برضو في وسط الجنة، اتنين جنب بعض. هنلاحظ أن الوصية بسيطة خالص وفاش أي صعوبة، تحذير من حاجة وإحنا رايحين وإحنا جايين موجودة قدامنا في سكتنا ربنا بيحذرنا منها، خلي بالكم بس دي فيها موت، ما تاكلوش بس منها. هي الوصية بسيطة خالص كده. طب والاستهانة بيها فيها هلاك. الوصية بتاعت الإنجيل مش وصية معقدة ولا صعبة، وصية بسيطة خالص بس لمصلحتنا والخيرنا. واللي يخالف الوصية ما يفتكرش عشان الوصية بسيطة يبقى ممكن ان انا هعالج الموقف، لا، اللي يخالف الوصية موتا يموت، يدخل السم خلاص هيعالج ايه؟ انتهينا، اتلوثت الطبيعة بتاعته، اتسمم الجسم خلاص. ياه، يعني انا لو كنت خدت بالي من الوصية دي ما كانش حصل اللي حصل ده. وصية بسيطة الإنسان يستهين بيها تهلكه تهلكه، وصية بسيطة لا تحلفه، الاستهانة بيها موت. وصية بسيطة راحت لامرأة لوط إنها ما تبصيش ورا، إيه فيها يعني؟ واحد يعني يحرك دماغه يعني، حاجة بسيطة يعني، إيه يعني ما تبصيش ورا؟ أبص بصة سريعة بس كده أشوف بس اللي حصل إيه؟ هلاك. الوصية تبدو في مظهرها بسيطة خالص، لا تدين، كلمة صغيرة، لكن الاستهانة بيها كسر الوصية يساوي موت وهلاك. تاني حاجة إنه الوصية أعطيت لآدم وآدم بلغ حواء، يعني الوصية بتاعت ما يأكلوش من الشجرة دي ربنا أعطيها لآدم قبل ما حواء تتخلق. وآدم الحقيقة يعني ما قصرش، بالعكس ده شدد على حواء الكلام أكتر من اللي ربنا قاله له. يعني بصوا كده في النص بيقول ايه في عدد 17، بيقول ربنا بيقول لآدم ايه: أما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. عندك كل الشجر، جميع شجر الجنة تأكل منه أكلا، أما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، عشان يوم ما هتأكل موتا تموت، صح كده؟ تعالوا شوفوا آدم قال لحواء إيه اللي قاله لها حواء، قالته للحية. فحواء بتقول إيه للحية؟ بتقول لها:
أما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه، حتى ما تلمسوش الثمرة، حتى مش بس ما تأكلوش، ما تلمسوهاش، ما تجوش ناحيتها، ولا تمساه لئلا تموتا. فإذا آدم شدد على حواء وهو بيوصيها، قال لها بصي احنا ناكل من كل الشجر، ربنا قال لنا كده، إلا دي ما ناكلش منها، ومن حتى ما نقربش ناحيتها، ما نمسهاش. يعني ايه؟ واضح انه شدد عليها الكلام قوي، حفظها الدرس، حفظها الوصيه بتشديد. ومع ذلك وقعت. الحاله الملحوظه انه عدو الخير دايما يحاول بيعمل حاجتين، يعني من ضمن حيله، أول حاجة يحاول يشوف نقطة الضعف اللي موجودة عندنا ويدخل منها. إذا كان في نقطة ضعف في حياتنا، إذا كانت في نقطة مش قوية عندنا، يحاول يدخل منها، دي طريقته. تاني حاجة يحاول يستفرد بينا، هشرح النقطتين دول. النقطة الأولى إن هو يحاول يشتغل على نقطة الضعف. هو عارف إن آدم عنده خبرة مع ربنا أكتر من حواء، لأنه عاش مع ربنا مدة إيه؟ أطول، مش كده؟ له خبرة طويلة شوية مع ربنا، جاب له الحيوانات وقعد يسميها، وربنا كان يعني إيه؟ مدلعه خالص كده ومعاه، وعاش معاه فترة. حواء خبرتها مع ربنا كانت أقل. فلو عارف إن الإنسان، الشيطان طريقته كده، لو عارف إن الإنسان عنده ضعف في الخبرة، يجي على نقطة الضعف دي عشان يوقعه. كمان بدأ يشتغل مع حواء عشان عارف إن حواء أرق من آدم، أضعف شوية، وممكن إيه يستملها شوية بالعاطفة، يستملها شوية كده، آدم ناشف شوية عنها. نعتبر آدم وحواء ده الإنسان، ده الإنسان على بعض. ساعات الإنسان فيه نقط ضعف كده، الشيطان يحاول يستخدمها كمدخل، يدور كده على النقط اللي هو يعرف يشده منها. عنده شوية مشاعر، عنده شوية يعني ضعيف في وضع في حاجة معينة، يحاول يشوف نقطة الضعف إيه ويسحبه منها. عشان كده يعني ولاد ربنا لازم يكونوا حريصين، ولو الشيطان قرب من نقط الضعف بتاعتهم يلحقوا بسرعة يهربوا، ما ياخدوش ويد معاه. احنا عارفين ان دي نقطة ضعف عندنا، ده الواحد ايه ما يقدرش يشتغل، ما يقدرش يواجه العدو بيها، بقى يهرب، يجري، ينفد بجلده. لازم نعترف ان احنا برضو ضعفاء، ساعات الجسد بتاعنا بيبقى نقطة ضعف، ساعات مشاعرنا تبقى نقطة ضعف وانفعالاتنا، ساعات بعض حواسنا بتبقى نقطة ضعف، ساعات احتياجاتنا بتبقى نقطة ضعف. الشيطان يشتغل على الحاجات دي، هو نهز فرص. فاحنا لازم ننتبه ان هو بيشتغل على نقطة الضعف، فاحنا نقول له يا رب انت اللي تقوينا، وانت اللي تسدد لنا احتياجاتنا، وانت اللي تحصننا. لكن احنا ما نواجهش الشيطان واحنا عارفين ان احنا ضعفاء، على طول نهرب من الشر فننجو من الهلاك. فالشيطان ما اشتغلش مع ادم، اشتغل مع حواء عشان عارف ان هي قليله الخبره شويه نسبيا عن ادم، و لأنها عاشت مع ربنا أقل منه، وكمان برضو الإناء النسائي يعني زي الكوباية الكريستال كده، ثمينة وزي الكوباية التانية برضو، بس إيه رقيقة، يعني ممكن إيه يعرف يستملها، يعرف يعني يكسرها. تاني حاجة الشيطان بيشتغل بيها برضو إنه يستفرد بينا، ياخدنا لوحدنا بعيدا عن أي حد. يعني انتهز فرصة حواء ماشية لوحدها،
جنب الشجرة وبدأ يتكلم ويغريها. وهنا من ضمن الأخطاء الصعبة اللي وقعت فيها حواء إن هي ما لحقتش تجري، أو ما راحتش بسرعة تجري على جوزها، ولا لما يتعرض عليها العرض تروح تستشيره. تغلط، والإنسان لما يكون لوحده بسهولة يقع، غير لما يكونوا اتنين، غير لما يكونوا تلاتة بيشوروا بعض. في سفر الأمثال بيقول آية جميلة، يقول الويل لمن هو وحده إذا وقع إذ ليس له ثان يقيم. عشان كده السيد المسيح كان يرسل التلاميذ إيه؟ اتنين اتنين، وخالق الإنسان إيه؟ اتنين، ذكرا وأنثى خلقهما الله، علشان اتنين إيه؟ يسندوا بعض، يكملوا بعض، يقفوا مع بعض، ماسكين بعض ضد أي مواجهة من قوات الظلمة، من عدو الخير. اتنين مع بعض. طب انت مش ليكي زوج، طب ليه ما تستشيريهوش؟ ليه ما ترجعيلوش؟ استفرد بيها لوحدها واقنعها وكذب كلام ربنا ولقنها الكلام الكذب. هي حافظه الوصيه، بتقول ان لو مسيناها واكلناها نموت، فلا لن تموت. وده واضح ان دي حياة العدو الخير على مر الزمان، كذاب وابو الكذاب، يحاول يشوه الحقائق اللي ربنا بيعلنها لنا وبيوريها لنا، حقائق، يحاول يشوشر، يحاول يكذب، يحاول مسيحي يجي يخرج الشياطين ويقول اذا كنت انا باصبع الله اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت الله، وهو يقول ايه؟ لا لا لا، ده بعلي زبول يخرج الشياطين، ده مش عارف ايه، يعمل شوشره علشان خاطر الناس تتلخبط، يقول لك اه صحيح، طب مالناش عرفنا، مش يمكن ده دجال ولا ده ساحر وبيخرج الشيطان بشيطان، لخبطه. الشيطان دايما طريقته التكذيب كده. طيب ونواجهه ازاي؟ نواجهه ان احنا نبقى مع بعض، نسال بعض، نستشير، نسال الكنيسه. الواحد لما قبل ما ياخد قرار يسال اب اعتراف ويصلي ويسال حد مشير، الزوجه تستشير زوجها والزوج يستشير زوجته، ونتفاهم مع بعض، نبقى قوة، ما يستفردش بينا. استفرد بحواء وأقنعها إن ربنا بيضحك عليه، وده أصله ما هوش عايز إن هم يرتفعوا ويرتقوا ويبقوا زيه. ياه، ده هو ربنا الخالق، هو اللي خلقنا وأنعم لينا بالوجود معاه، وأنعم علينا بكل النعمة اللي احنا عايشين فيها دي، أنعم عليهم على آدم وحواء بالفردوس، هيحرمهم ليه؟ ما كانش خلقهم في الأصل أصلا، لو كان يعني عايز يعني يحرمهم ده ممتعهم بكل حاجة. فكر التعالي هو ده اللي أسقط رئيس الملائكة عدو الخير، هو ده فكر التعالي اللي بيحاول يزرعه في كل عقل، انك انت تبقى احسن من غيرك. لما تعمل كده الناس هتقول فلان مش فلان، ايوه دي فلانه مش فلانه. الشيطان يحاول يزرع كده ويحرك الناس في هذا الاتجاه، انت اللي تعمل الموضوع ده علشان انت اللي تبان، عشان انت تبقى فلان. مش عايزك تعمل ليه؟ ها؟ أكيد علشان مش عايزك تبقى زيه، مش عايزك تبقى مشهور زيه، مش عايزك تبقى أنت معروف، عايز يدوس عليك. وهكذا يحرك الناس ضد بعض، يزرع فكر التعالي، دي طريقته، زرع فكر التعالي في الناس، لأن ده موجود في طبيعته الساقطة. إنه مكتوب كده في يعني قصة سقوط الشيطان مكتوبة برموز كده بس بشكله برضه واضح في حزقيال 28 وفي إشعياء 14، يقول كده أرفع كرسي فوق كرسي العلي، أنا عايز يكون فوق،
فانفصل عن الله فسقط. اي حد ينفصل عن النور يبقى ظلم. احنا منورين عشان احنا ملتصقين بربنا فبناخد من نوره، لكن لو انفصلنا عنه بالخطيه سقطنا في الظلم. فهو متعالي ومنتفخ وعايز الانسان كده. اغرى حواء بهذا التعالي. ايضا اغرى حواء عن طريق حواس. الله، شجرة جميلة. يقول بتقول ايه؟ بيقول لك فرأت المرأة، خلاص هي المرأة بتشتغل لوحدها دلوقتي، لا آدم ولا ربنا. ليه بس؟ هتقع. لما ننفصل عن ربنا ولما ننفصل عن بعضنا البعض هنقع. زي العضو كده من الجسد، لو انفصل عن الجسد، انفصل عن الرأس وانفصل عن بقية الأعضاء، خلاص هينتهي، هيهلك. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل. يا سلام، وما عندكيش أنواع وأصناف لا تحصى من شجر جيد للأكل. هي دي اللي حلوت عدو الخير، يحل الدنيا كده، يحل الخطية. وأنها بهجة للعيون، يا مفرحة. خطية الشيطان يزوقها كده عشان تبقى بهجة للعيون، لكن هي من جوه سم، مرارة، حزن، لكن من بره بهجة فالناس تشتهيها. بهجة للعيون، صنارة كده. الشيطان دايما يحط لنا الخطية ويصطادنا، والعينين من أكتر الحواس اللي توقع الإنسان، يصطاد منها كده الشيطان. بهجة للعيون أن الشجرة شهية للنظر، شهية للنظر، يعني كل الفردوس الجميل ده ما احنا شايفين، احنا مش شايفين غير دي، وبدأنا نركز عليها. لحد هنا حواء ما كانتش وقعت، لكن ده التدريج. طبعا نمرة واحدة انها بعدت عن آدم، المفروض ما تمشيش غير معاه، احنا ما نمشيش غير مع بعض، نتحرك مع بعض، مفيش واحد يطلع له بحاجه كده نشاز بعيد عن الكنيسه. وانا في الكنيسه انا محفوظ، في الكنيسه في امان، في صلوات الكنيسه، في تعاليم الكنيسه، في كل حاجه استشير فيها اب اعترافي قبل ما اقدم على خطوه مصيريه. والكنيسه من كتر ما بتعلمني وبتشرح لي وبتغذيني بعمل الروح القدس، عقلي بينور فبفهم، لكن انا مش منفصل. انفصلت، الشيطان بدا ايه؟ يجر الكلام معاها. أحقا قال لكم الله، هو ربنا هيقول غير الحق؟ أنت بتغلط كلام ربنا إنه مش حق يعني؟ أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ ده ما بين الكلام فيه مغلطة. أول مرة نسمع الكلام ده. عمر ما ربنا قال ما تاكلوش، هم لسه واكلين. لسه كانوا فطرين الصبح ولا متغديين ولا ما أعرفش الوقت، وقت السقوط ده كان في ايه، في ساعات النهار يعني، لكن يعني ما هم بياكلوا على طول. فالسؤال حتى مش منطقي، سو بيجر بيه كلام. اول ما نحس ان الشيطان بيستدرجنا عشان يجر كلام لازم نجري ونهرب، مش ناخد وندي معاه، مش نقول له لا 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 حاسب، هي الوصيه بتقول كذا كذا كذا، وانا عايزين اقول لك حافظين الوصيه تماما بحذافيرها. ده مش هيفيدنا كتير، ان احنا حافظين الوصيه مش هيفيدنا. طول ما احنا هناخد وندي مع الشيطان، الشيطان خبير في انه يستدرج الانسان للسقوط. احنا حافظين الوصيه فالوصيه بتقول لنا نهرب، مش بيقول لك لا تمسها الا لما خليك جيتي ناحيتها ولقيت الشيطان واقف جنبها. ليه؟ اجري اهربي. مقولوش لا 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 ما يجراش حاجه، انا عارف، انا برضو مش هتاثر بالحاجات دي، انا حافظ الوصيه وعارف تعليم الانجيل وعارف كل حاجه وعمري ما هعمل حاجه غلط. لا، مش حد كبير على الخطيه. فالشيطان استدرجها خطوه 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 في الكلام، بدا يشككها وبدا يقول لها لا ده انت هتكبري، طيب عندك جوزك، مش واخده بالك ان ده
شريك معاكي في في الانسانيه وده شريك معاكي وعايش معاكي، طب ما تتفاهمي معاه. رأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وبهجة للعيون وشهية للنظر، فأخذ من ثمرها وأكلت، وأعطت لرجلها أيضا معها فأكل. واضح أن في بالتأكيد في مسافة زمنية بين الحادثتين دول، بين أكل حواء وأكل آدم، بمعنى أنها لما أكلت حست إن في جسم غريب دخلها، في طيار خاطئ دخل جسمها، طيار كده، حاسس إن هي عريانة. والمفروض يعني إن هي حست بكده ما تروحش تدي لجوزها. قالت لا، أنا هبقى لوحدي، أروح. وراحت توديه وتقول له دوق. مرة كنت بتكلم مع حد في الموضوع ده، وبعدين يقول لي يعني طيب ليه ربنا ما جاش في اللحظة دي وبعد آدم عنها علشان ايه تبقاش الخليقة كلها وقعت، كان يبعد آدم خالص عنها ويحميه ويحاسبها هي لوحدها. ايه رايكم؟ اتفضل. هما جسد واحد او بيكملوا بعض، لكن هي ليها شخصيتها هو له شخصيته برضه، هما متكاملين بس هي ليها قرارها وهو له قرار، هي ليها اختيارها وهو له اختياره برضه. فليه ربنا ما بعدوش عنها على طول؟ اتفضل. ما هو صح، هي حاولت تقنع جوزها بقى بطريقه كده ملتويه، بطريقه شيطانيه علشان خاطر توقعه. لا، هو السؤال ليه ربنا ما انقذش ادم وقال له حاسب وابعد عنها وحاجه زي كده؟ ها، عنده الاختيار بالظبط. يعني بمعنى ان ما دام ربنا بيقول ربنا يبقى لا حاشا لله يعني ظالم، لانه سمح لحواء تمتحن هذا الامتحان وسقطت في الامتحان، لكن ما دام سمح بالامتحان لحواء لازم يسمح بنفس الامتحان لايه؟ لادم. يعني ما دام سمح بالامتحان لحواء يبقى يسمح بالامتحان لادم، نجح نجح، ما نجحش يبقى الاثنين يتحكم عليهم بنفس الحكم. فادم لما جات له كان ممكن، كان قدامه وصيه ربنا وقدامه اغراء من مراته، هو الحقيقه ما كانش شايف فيها حاجه غريبه لان الشر بقى من جواها، لكن ما كانش شايف فيه حاجة غريبة. هي اللي كانت شايفاه، حاساه مختلف وعايزاه ياكل عشان يبقى زيها. في آية جميلة ألهمنا ربنا يسوع، قال إيه؟ قال من أحب أبا أو أما أو أخا أو أختا أو زوجة أو أولاد أكثر مني فلا يستحقني. انت يا ادم قدامك اختيارين، تختار وصيه ربنا او تختار العرض بتاع زوجتك. ممكن زوجه تكون بتشور مشوره ممتازه، وساعات ربنا في بعض الاحوال يقول للراجل اسمع لفلانه امراتك، زي ما عمل مره ولا مرتين مع ابراهيم وقال له اسمع لساره في كل ما تقول لك، مش كده؟ لكن في اوقات تانية ساعات الزوجه تكون سبب تعب جدا لزوجها او سبب هلاك لزوجها، زي ما عملت حواء، مش مكفيه ان هي سقطت
وعملت وأكلت بدون علم زوجها وبدون ما تشوره، لا دي رايحة توقعه وتقول له كل. طب انت يا آدم مش قدامك وصية ربنا؟ أنا أكلت كل، أنا أكلت، حتى ما سألهاش طب انت حصل لك ايه لما أكلتي؟ طيب هي وصية ربنا ولا العرض بتاع زوجته؟ طب عشان خاطري كل، يعني هتسيبني أنا أكل لوحدي؟ ساعات الإنسان يعني ما ينتبهش لقيمة حياته الأبدية فيجامل على حساب حياته الأبدية بس عشان فلان ما يزعلش. يعني عشان فلان ما يزعلش؟ أنا أضيع؟ أنا حياتي دي وزنة ربنا عطاهاني، أنا مسؤول قدامه وحأعطي حساب، أنا مش هجامل على حساب حياتي الأبدية، مش هجامل على حساب الحق، ده موضوع حياة أو موت، دي مش لعبة. أنت آدم هتعمل إيه؟ ده موضوع حياة أو موت، ما هتموت لوحدها يعني ولا أكلت؟ ناكل مع بعض عشان نبقى مع بعض. يا خسارة، اختار الجانب بتاع زوجته وساب الوصية فسقط معاه. تفضل. أول ما أكلت أكيد حست. لا آدم ما كانش لسه مجرى له حاجة، هي اللي شافته عيان. طبعا هي اللي اتغيرت، هي اللي شافته، لكن هو ما شافهاش، هو مش شايف حاجه، عينيه لسه بسيطه ونقي، مفيش شر جواه. لكن الفكره في الاختيار، كان عندها اختيار، كان عنده اختيارين، عنده وصيه ربنا وعنده زوجته اللي بتعرض عليه جايبه له الاكل وتقول له ده بصي جميله عماله تقطم من الثمر وجايبه له، تقول له كل معايا. فساعات كده بيبقى فيه يعني ربنا يحطنا في امتحان من هذا النوع. في مرة تانية في لوقا 14 يقول إن كان أحد لا يبغض أباه وأم وامرأة وأولاده وإخواته وأخواته حتى نفسه لا يقدر أن يكون لي تلميذ. يبغض هنا بمعنى المجاملات العاطفية، الحب العاطفي، الارتباطات العاطفية اللي بيني وبين ولادي وبين قرايبي وبين زوجتي، دي أحيانا مهلكة، دي لازم، لا دي ربنا مستوى والحاجات دي كلها أحبهم جواه، يعني أحب زوجتي وأولادي وقرايبي ومعارفي وأصدقائي وأهلي يبقوا قديسين، أحبهم يبقوا ثابتين في المسيح، أحبهم جوا محبة المسيح كمش خارج محبة المسيح. طب بتعرض عليه عرض مخالف لوصية ربنا، تبقى دي خارج محبة المسيح على طول. يبقى من أحب أبا أو أما أو زوجة أو أولاد أكثر مني فلا يستحقني. فسقط آدم معه. يبقى بعد ما أكلت أعطت لزوجها فأعطت رجلها أيضا معها فأكل. اختار اختياره، اختار وواضح يعني، يعني مش عارفين طبعا قالت له ايه يعني، بس مش مذكور ان هي اخذت مجهود في اقناعه بعكس الشيطان اخذ مجهود في اقناعها واغراءها، لكن هي على طول استجاب. لا حديث السيد المسيح عن نهاية العالم ويوم الدينونة بيأكد لينا حاجة مهمة هتحصل، وهي الانتقاء، عنصر الانتقاء سيلكشن. يعني ربنا مش هياخد مجموعات من الناس في اتجاه ومجموعات تانية في اتجاه، لا هيفرز واحد واحد،
عارف الناس بتوعه، لكن اللي هيفضل لازق في يعني هيفضل انه يعيش مع مجموعه ماشيه في اتجاه معين هيهلك معاه. لكن ممكن يكونوا اثنين، هو بيقول كده، بيقول اثنان في حقل يؤخذ الواحد ويترك الاخر، يعني اثنين في نفس البلد في إلينوي مثلا، ها اثنين في شيكاغو، اثنان في حقل يؤخذ الواحد ويترك الاخر، اثنتان تطحنان على رحى، اثنين بيشتغلوا في شركه واحده في عمل واحد عندهم مكتب في نفس الاوضه، يؤخذ الواحد تؤخذ الواحده وتترك الاخرى، اثنان على فراش، ممكن زوجين يؤخذ الواحد ويترك الاخر. يعني الشاطر اللي ينفذ بجلده، احنا بنحب بعض طبعا وقلبنا على بعض وبندور على خلاص نفس بعض صح، لكن بالنسبه للحياه الابديه لا، الشاطر اللي ينفذ بجده ما فيهاش مجامله، ما فيش عشان اصل فلان ده هيحلق يعني هيهلك يبقى انا معاه، لا ما فيهاش كده، انا اخاف على نفسي، انا ادور على خلاص نفسي اولا. عارفين التعليمات بتاعه الطيران اللي بيقولوها لكل المسافرين، ما نركب اي طياره تلاقيهم ايه حاطين الايه شويه انستراكشنز كده مش كده، تربط الحزام ازاي ويقول لك لو الضغط مش عارف قل في الطياره والاكسجين نقص هتلاقي اقنعه فيها اكسجين نازله لك صح كده، وبعدين يدي لك حاجه مهمه كده فاين، يقول لك لما لو عندك طفل صغير او حد كبير في السن ما يعرفش يركب القناع بتاع الاكسجين لنفسه بقى ممكن تركبه له، بس لازم تركب لنفسك ايه الاول، والا ما تلحقش وانت بتركب له ما تلحقش، لا تركب له ولا تركب لنفسك، لا حط لنفسك الاول واضمن انك انت بتتنفس، وبعد كده ابتدي اعتني بالطفل الصغير ده ولا اللي جنبك وايه وتركب له علشان فخلاص النفس اولا، كل واحد يدور على خلاص نفسه اولا، ولو عرف يمسك في المسيح ويمسك في الحياة الأبدية هيقدر يفيد غيره ويساعده على خلاص نفسه، لكن لو هو ما عرفش ينتبه لنفسه هيضيع نفسه ويضيع اللي حواليه. فالشاطر اللي يبتدي بنفسه أولا ويدور على خلاص نفسه قبل أي حاجة، ولو شاطر عرف يدور على خلاص نفسه كويس هيبقى نموذج حلو يقدر يساعد اللي إيه الآخر. نقطة أخيرة كده في حديث السيد المسيح في متى 7 عن الإدانة، لما بيقول لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك أما الخشب التي في عينك فلا تفطن لها، اخرج أولا، أو لماذا تقول لأخيك دعني أخرج القذى الذي في عينك وهل الخشب في عينك، طب نعمل ايه؟ لا انتبه لنفسك اولا، اخرج اولا الخشبة من عينك حينئذ تبصر جيدا ان تخرج القذى من عين اخيك. واضح؟ اخرج اولا الخشبة من عينك حينئذ تبصر جيدا ان تخرج القذى من عين، يعني لو انت عرفت تصلح نفسك اولا هتقدر تساعد، وربنا يرشدك ازاي يساعد أخوك أنه يتخلص من الخطيئة. لكن اللي مش تايب، اللي مش عايز يخرج، ما مش شايف الخشب أصلا في عينه، مش شايف العيوب اللي في حياته، عمال بس يشاور على العيوب اللي في الآخرين وينتقدها، ده هيصلح إيه؟ ده بيأذي الآخرين وبيشوشر على الكنيسة وبيدين وبياخد خطية وهيدان عليها. لكن الشاطر يدور أولا على خلاص نفسه، ولو عرف يخلص نفسه، يعني لو كان آدم فضل حافظ نفسه، مش عارف يعني يمكن كان ربنا يمكن كان قدر يقنع حواء بوسيلة أو بأخرى إزاي تتوب وإزاي يتفاهم مع ربنا بخصوصها، لكن هو كان يفضل حافظ نفسه، هو وقع لأنه هو سمع له أكتر ما سمع لربنا.
ما انتبهش ان خلاص نفسه هو الاساس. يعني ربنا لما جابها لك يا ادم ده جابها لك عشان تساعدك، مش معنى كده انك انت تتشغل بيها وتنساني وتنسى النعم اللي انا اعطيها لك وتنسى الحياه الجميله اللي انا اعطيها لك وتنسى عشرتي معاك طول المده اللي فاتت وتنسى وصيتي البسيطه اللي ما كانش فيه غيرها. كل حاجه عندك تعمل انت تعمل في الجنه وتحفظها ومتسلط على كل حاجه، وكانت وصيه بسيطه ما اعطتلكش غيرها. اتشغلت مع زوجتك وسمعت لها ونسيت، ونسيت وصيتي. ساعات ربنا يبعطينا كل حاجة نقوم نتشغل في الحاجة اللي عاطيها لنا وننسى كلامه أو ننسى وصايا. فالانتباه لخلاص النفس ده أهم حاجة. لكن ربنا برضو على الرغم من السقطة الصعبة مش يعني هكتفي بكده، لكن يعني الرغم من اللي حصل ده إلا أنه زي ما كنا بنصلي في الثؤتوكية دلوقتي، ربنا رتب لهم ورتب للبشرية كلها حياة جديدة وتجديد للطبيعة وخلاص وارتقاء مرة أخرى للحياة معاه وللفردوس اللي احنا عايشين فيه بشكل مختلف أرقى من الشكل المادي اللي كانوا عايشين فيه آدم وحواء. دلوقتي احنا عندنا الفردوس بتاعنا هو الكنيسة، شجرة الحياة هي الخبز الحي النازل من السماء اللي هو المذبح، والثمرة بتاعته اللي احنا بنتناولها وبناكلها وبنحيا بيها وبقى فيها معانا قوة. صحيح لسه الطبيعة بتاعتنا متأثرة باللي حصل مع آدم وحواء، متأثرة لسه الطبيعة فيها عنصر الفساد كده، بس احنا خدنا قوة ان احنا نعمل كنترول عليه، وان احنا يعني خدنا قوة إماتة ليه في المعمودية، وخدنا قوة حياة جديدة لما موتنا وقومنا مع المسيح في المعمودية. ربنا يدينا كده ان احنا نبقى حريصين على نفسنا، ودينا يعني شفنا ازاي الشيطان بيلعب، ازاي الشيطان بيستفرد بالانسان، ازاي الشيطان يركز على النقط الضعيفة، ازاي الشيطان يستدرج الانسان للحوار معاه ويدخله الاكاذيب ويغذيه بشوية اكاذيب لحد لما يبقى confused فيغلط ويكسر الوصية. ربنا يحفظنا له كل المجد والكرامة إلى الأبد. تفضل. هل الكنيسة تنظر أن حواء هي السبب في السقوط؟ لا، هو طبعا المرأة والراجل حتة واحدة، بس المرأة كانت نقطة الضعف اللي في حياته، يعني هي اللي الشيطان دخل منها عشان يدخله، ولكن هما الاثنين واحدة واحدة، هما الإنسان. والكنيسة شايفة إن الاثنين وقعوا، يعني الإنسان كله وقع، لكن الكنيسة أيضا بتنظر إلى إنه حواء أو المرأة حواء دي اللي جاء عن طريقها، اللي دخل عن طريقها الشيطان ودخل الشر عن طريقها، لكن ربنا في تدبيره إنه عن طريق امرأة برضه يدخل للبشرية عنصر الحياة مرة أخرى، يدخل للبشرية المخلص عن طريق امرأة ويسحق رأس الحي بالصليب ويحيي البشرية مرة أخرى. يعني قوته في الضعف اشتغلت، مش المرأة دي هي الإناء النسائي الأضعف شوية، لكن عن طريق هذا الإناء النسائي بقى لينا طبيعة جديدة، وبقت حواء الجديدة اللي هي العذراء هي أم الخليقة الجديدة أو أم البشرية والطبيعة الجديدة، أنها بقت واردة الإله المتجسد، وبقت يعني عن طريقها اتجددت الطبيعة مرة أخرى. فإذا كان يعني زي ما احنا كنا بنقول في الثيوطوكية دلوقتي،
حواء وقعت واتغلبت وضعفت، لكن الست العذراء كانت سبب حياة جديدة للبشرية، لأن أشرق ربنا أشرق جسديا من العذراء بغير زرع بشر حتى خلصها. فالكنيسة بتنظر إن الإنسان بوجه عام ضعيف، طب ما هو آدم ضعف، نقطة ضعفه هي الست. ها؟ أنت عارف حضرتك ليه ساعات الرجالة يقسو، يعني يبقوا قاسيين على السيدات أو يتعاملوا معاهم بشدة وبعنف؟ لأنه بيبقى عارف إن دي نقطة ضعفه، يعني دي هو بيميل ناحيتها، فهو علشان يعني ما يضعفش ناحيتها فيدوسها، يحاول يبقى مسيطر عليها، عشان عارف إن هي لو يعني خدت وضعها هو بيبقى ضعيف من ناحيتها. طبيعي ربنا حاطط فيه ميل لأنها حتة منه، يعني مش دي حتة منه، متاخدة من جسمه، هي حتة منه، فهي بتميل ليه لأنها حتة منه، هي متاخدة منه وهو بيميل ليها لأنها حتة منه. فالميل ده بيبقى نقطة ضعف عند الراجل، ومنه وقع سمع له، والشيطان عارف إن هي يعني ممكن يعني خبرتها أقل زي ما قلنا، وراح داخل لها وراح مكلمها وقح، وراح مدخل الخطيه لادم كمان عن طريق. لكن الكنيسه ما بتفصلش، يعني الكنيسه ما بتفصلش، يعني ما بتقولش لا الراجل اقوى من الست واحسن او هي اوحش، لا، بس الكنيسه ربطت بين انه زي ما شيطان دخل عن طريق نقطه الضعف دي، اهو عن طريق نفس الاناء النسائي الضعيف جه مخلص العالم، واللي هو أم النور الست العذراء حواء الجديدة. ده موضوع تاني. لا ده دي يعني هو الحكم. انا ما تعرضتش ازاي ربنا وقف قدامهم وازاي جابهم قدامه وبدا يحاسبهم، عملت ايه يا ادم وانت عملت ايه، وبدا يحاسب بدءا من الحيه عطى حكمه، والحواء عطى حكمه، وادم عطى له حكم. احنا ما تطرقناش الموضوع ده النهارده، مش موضوعنا. انا موضوع النهارده كان كله عن السقوط. لكن هي اخذت عقاب وادم اخذ عقاب، يعني هما الاثنين اصلهم نفس ارتكبوا نفس الجريمه بصرف النظر مين ارتكبها اولا، والاثنين اتسمموا بالخطيه، ففي عقوبه ابديه ليها الموت، وعقوبه زمنيه انك حتى الفتره اللي قاعدينها في الارض فيها الام او فيها متاعب او كده، من نفس اللي زرعوه بيحصدوه. ده موضوع تاني، يعني ده موضوع تاني عايز مره يعني وقت تاني. اتفضل يا دكتور. الطريق الواسع والطريق الضيق. يعني شغلة الحياة، شغلة معرفة الشر، فهم الشر، كان السنة كانت شهية بالنظر. شغلة الحياة كانت تنبه، طبعا ده كانت السنة بتاعتها ما كانش شهية بالنظر زي الصغير. فده كان واضح قوي في الجنة. مع انها اكيد طعمها حلو. اكيد شجرة الحياة طعمها حلو، اكيد كل شجر الجنة طعمه جميل. كل حاجة ما كانش وقتها في شر، كان في ولا في مرارة ولا في، كل حاجة طعمها جميل. بس هو في عنصر مهم الشيطان بيستخدمه، اللي هو عنصر الخداع. الخداع، الخداع ده بيشمل حاجات كتيرة بقى، الكذب انه يكذب، التزويق من بره، يزوق حاجة من بره ويلمعها قوي 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 ويزوقها قوي قوي ويزينها قوي 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 علشان خاطر تبقى اتراكتف والانسان يتخدع فيها، وهي من جوه بتبقى شر موت. زي ما حضرتك بتقول الباب الواسع والباب الضيق، الباب الواسع شكله واسع ويعني راح بالطريق، ها، لكن اللي يدخل منه اول ما يخطي خطوتين الدنيا ضلمت ويلاقي نفسه عمال يتكعبل ويتخبط ومش هلاك. طريق ضيق والباب بتاعه ضيق،
الطريق كده باين عليه صغير وكرب ومش متسفلت كويس و... لكن اللي يمشي منه يلاقي النور ويلاقي المسيح فيه وهو القائد بتاعنا للحياه الابديه، والواحد يبقى شايف ودايق الحياه الابديه وهو ماشي في الطريق ده. فهو الشيطان بيستخدم دايما الخداع، دي طريقته، الخداع، يخادع في الكلام، يخادع في المنظر، يخادع، يزوق الدنيا من بره، يكذب، يشوه اي حاجه ربنا عاملها او قايلها، يحاول يعمل خداع. طيب تفضل نصلي. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من كل قلوبنا يا رب يسوع نشكرك لانك فديتنا بدمك، لانك تعرف ضعف البشريه، ولكنك اتيت يا رب لكي نتقوى فيك، نتقوى فيك ويكون لنا سلام وبنيان فيك، ويكون لنا حياه مجيده فيك. نشكرك من كل قلوبنا لأنك يا ربي أتيت لتسحق رأس الحية، أتيت لكي تحارب حربنا، وما فشلنا فيه أنت أتيت لكي تكمله وتغلب وتقود أولادك في موكب نصرتك. ثبتنا فيك يا رب، ودينا دايما احنا نكون عقولنا وقلوبنا منورة بوصاياك. ادينا دايما يا ربي ان احنا نكون حاطين قدامنا كلامك، واثقين يا رب ان كلامك هو حق ولا نقبل اي تشكيك فيه، واثقين يا رب ان احنا فيك لا يمكن ان نهزم. يا ربي احفظنا في الطريق، احفظ خطواتنا إلى النهاية، لا تسمح أن عدو الخير يستدرجنا لأي نوع من أنواع الخطية. باركنا بكل بركة روحية، بارك الخدمة في هذه الكنيسة وفي كل مكان، وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا. اذكر يا ربي سلام وبنيان كنيستك، اذكر أيضا أن ترسل فعلا إلى حصادك، اذكر تدبير البيعة المقدسة كل رتب الكهنوت، بركة أمنا ست العذراء حواء الجديدة، بركة كل مصاف الملائكة والقديسين. استجبنا عندما نقول بالشكر، أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.